استمرارا لجولتنا الصباحية واستمرارا للخدمة المقدمة، ننقل لكم الآن أجواء البيع والشراء داخل إحدى الأسواق. نحن الآن في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، نحاول استطلاع رأي المواطنين حول حركة البيع والشراء لهذا اليوم ومدى إقبال المواطنين على شراء الأسعار المختلفة. لنا لقاءات كما عودناكم في كل صباح مع بائع الخضار وبائع الفاكهة والمنتجات المختلفة. الآن سنجري لقاء مع بائع الخضار، نتعرف منه على الأسعار ثم ننتقل إلى بائع الفاكهة. صباح الخير. واضح أن أنت بقى سنك كبير، عندك كم سنة الأول؟ عندي 16 سنة. أنت اللي واقف على الفرش هنا؟ أوه. طب قول اسمك إيه؟ رجب. رجب، قول لي يا رجب كده الاسعار ايه النهارده؟ الطماطم عامله كام والبصل؟ الطماطم ب 3 جنيه، البصل ب 3 جنيه. بس يا رجب الطماطم ب 3 جنيه والبصل ب 3 جنيه والكوسه ب 5 جنيه ورق العنب ب 10 جنيه والخيار ب 4 جنيه والبتنجان ب 4 جنيه برده والفلفل ب 8 جنيه زي ما انت شايف. يا رجب انت بقالك قد ايه في المهنه دي؟ لا بقالي مثلا بتاع 6 اشهر. طب خلال بقى الفترة اللي انت قضيتها وانت بتشتغل في المهنة دي، شايف ان الاسعار هي نفس الاسعار اللي انت بتبيع فيها من 6 شهور ولا الاسعار في ازدياد ولا الاسعار كويسة؟ كل يوم في حاجات بتزيد وفي حاجات بتقل وكده. بس يوم في حاجات بتزيد. طب ايه اللي زاد خلال الفترة الاخيرة يا رجب؟ اللي هو الفاصوليا والطماطم غليت، والطماطم غليت والبتنجان والكوسه برضو غليت. طيب انت الناس بتشتري منك الصبح بدري ولا على اخر النهار كده لما يبدا الموظفين ينزلوا هنا في الدقي؟ في حدود الساعه 11 بتبدا الحركه بتبقى افضل. شايف يا رجب الناس بتنزل وبتشتري وكده؟ يا باشا. تمام. شكرا جزيلا. ما زلنا مستمرون معكم في جولتنا الصباحيه، تعرفنا في هذه الفقرة على أسعار الخضروات. الآن سننتقل إلى بائع الفاكهة لنتعرف سويا معه على أسعار الفاكهة ومدى إقبال المواطنين. صباح الخير يا معلم. صباح الفل. ازي صحتك الأول؟ الحمد لله، الله يخليك. ربنا يخليك. شكله حلو النهارده كده. قول لي كده الأسعار عاملة إيه النهارده؟ الحمد لله تمام يا ميمي. بص الكاميرا بس. الحمد لله تمام يا ميمي. طب قول لي كده، يعني عايزين نعرف السادة المشاهدين كده في جولتنا، احنا بنعرف السادة المشاهدين الاسعار المختلفة للفاكهة بحيث اي مواطن لو نزل يبقى عارف حركة الاسواق عاملة ازاي، رينج الاسعار اخباره ايه. يعني عرفنا كده يعني صنف صنف كده. يعني مثلا في الخوخ البلدي ده ب 7 جنيه وفي خوخ سكري بس لسه نازل جديد ب 10 جنيه بس هو شويه بشويه هيرخص لسه زرع جديد. السكري ب 10 جنيه ده مستورد ولا محلي؟ لا مصر محلي. كله محلي؟ محلي. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه ولسه دلوقتي يرخص لقدام بيبقى ب 7 جنيه وب 8 جنيه. هو انضفناه خوخ وبعدين ينزل خوخ سينا برضه بيبقى رخيص. طب ليه اول ما نزل ب 10 جنيه؟ يعني شايف ان 10 جنيه دي مش مبلغ كبير شويه؟ مش مبلغ كبير حضرتك. مثلا في 50 مزرعه في الدوله كلهم دلوقتي يمكن فيهم مزرعه طلعت بس خوخ بشاي. دلوقتي ال 50 دلوقتي ال 50 تمام كمل يا فندم كمل. دلوقتي ال 50 مثلا فيهم مزرعتين بيطلعوا مزرعه. تمام. بس هو مثلا ال 50 لما يطلعوا راح يرخص الخوخ. مثلا البطيخ فيه بطيخه. ليه المزارع، طب على ذكر بقى الخوخ، ليه المزارع قليله؟ يعني انت قلت لي دلوقتي عدد المزارع قليله بالنسبه لفاكهه زي الخوخ، المصريين بيقبلوا عليها، ليه ما فيش مزارع كتيره؟ هل بتاخد تكلفه اكتر في زراعتها؟ لا 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 في بتكلف كتير. التاجر؟ في كتير. في كتير بس حضرتك لسه نازل جديد. لسه انا يعني كذا محافظه ما طلعتش. يعني مثلا في محافظه واحده اللي بتطلع دلوقتي. محافظه ايه؟ محافظه ايه اللي بتطلع؟ مثلا في كفر الدوارد اللي بتطلع خوخ سكري. دلوقتي بص دلوقتي دي خوخ من الصعيد وخوخ من الجبل وخوخ من سينا ووقت العمليات تكتر. بس دلوقتي يعني لسه خفيف شويه بس مش اكتر. ده بالنسبه للخوخ. طب كمل معانا بقى باقي السلع اسعارها ايه؟ يعني احنا شايفين جوافه وشايفين تفاح وانواع المختلفه، قول لنا الاسعار. والله يا بقى السلع حضرتك في نقول للجميع، في الجوافه حضرتك كانت ب 3.5 و4 جنيه بس بدات تخلص الجوافه غلت بقت ب 6 جنيه. الكنتالوب بسعر الكيلو 3 جنيه ونص و3 جنيه. يعني في مثلا التفاح المصري لسه اول يوم النهارده نزل جديد الكيلو ب 7 جنيه برده مش غالي. ويعني دلوقتي يرخص قدام بيبقى ب 3.5 و4 جنيه. التفاح بقى المستورد بكام؟ التفاح المستورد في تفاح ايراني مستورد ب 12 جنيه، في امريكاني ب 16 جنيه، في تفاح جرين اخضر امريكاني. احنا ب 16 و 13 عشان نعرف الساده المشاهدين برضو. يعني انت بتقول لي في ب 16 الاخضر اللي على اليمين ده ب 16؟ ده ب 16، ايه الفرق بينه؟ على اليمين ده تفاح جرين امريكاني ده ما فيهوش مش مسكر يعني. الناس اللي عندها السكر بتحب تاكله. يعني اللي عامل ريجيم او اللي مخفف اكله. الحاجات دي كلها بيخفف اكله التفاح ده الناس كلها بتاكله. الامريكي الاصلي ده اللي انت قلت لي جرين ده.
في امريكاني تاني احمر ده ب 16 جنيه وفي الفرق بين الامريكي والايراني طبعا الفرق في الجوده بين 12 جنيه و 16 جنيه بالتاكيد. فبالتالي ده تلاقيه سعر الامريكاني غالي، حتى التفاح الاخضر ده ب 22 جنيه الكيلو برضه مش رخيص. تمام. في التفاح اللبناني الثاني ده ب 10 جنيه بس يعني لو لما اللي حصل يعني في سوريا السنه دي كل سنه بيبقى في تفاح سوري اصفر ولبناني بس اللي حصل في سوريا قام مغليه كل سنه بيبقى ب 8 جنيه وب 7 جنيه يعني فيش غير دوله واحده اللي بتجيب. واحنا متعودين نجيب التفاح من سوريا ولبنان متعودين بنستورد منهم. طب السنه دي بعد الاحداث الاحداث اللي بتمر بيها سوريا هل ده مأثر في حركه الاستيراد اليومين دول؟ طبعا مأثر طبعا. انا كان بالنسبه لي بياع يعني بروح اجيب من السوق كنت مثلا التفاح ده ممكن اجيب ب 4 جنيه من السوق ب 5 جنيه ولسه جاي من سوريا او لبنان. لكن السنه دي مثلا لو في سوق 6 اكتوبر او العبور بيخشوا كل يوم 5 برادات دلوقتي بيخشوا برادين جايين من لبنان ما فيش غيره. تمام. طيب مع 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 قدوم الصيف طبعا يعني بيقبل المصريين بمختلف طوائفه على شراء سلع زي البطيخ. قول لي كده اسعار البطيخ اخبارها ايه والخامه السنه دي عامله ايه؟ يعني الزراعه السنه دي بالنسبه للبطيخ اخبارها ايه؟ تمام التمام. البطيخ السنه دي اول ما نزل كان غالي شويه ليه؟ عشان التصدير شغال فيه. بدا التصدير يقل اليومين دول بتاع البطيخ فبالتالي البطيخ بدا يرخص. في بطيخ في كذا نوع، في بطيخه في السوق ممكن الراجل بياع يجيب بطيخه هنا ممكن يعني كبير البطيخ لو حطيت عليها 12 13 جنيه هتتباع 15 جنيه ممكن اجيب بطيخه ابيعها ب 10 جنيه وانا كسبان فيه. بس انا بجيب اعتبر ان البطيخ اللي جايبه ده هو بص البطيخ ده الشليان. بيتجاب منين؟ طب من انهي محافظه بتجيبه منين؟ والله في محافظات كتيره جدا الصعيد يعني بيجيب بطيخ. انهي محافظه مشهوره بزراعه البطيخ يعني خامه البطيخ فيها كويس؟ اللي انت بتجيب منه؟ اللي انا بجيب منه هو بص ده الشليان بتاع الواحات انضف نوع بطيخ. انضف نوع بطيخ هو الشليان بتاع الواحات ده من الواحات. هو على طول ماسك اسعاره غالي جدا. في بطيخ كمان بتاع الواحات بطيخ مخدر زي ده مزرق في السوق بس غالي جدا. انا صراحه يعني اللي شايفه الوضع اللي شايفه كتير لما اجيب بطيخ هنا اقول للزبون مثلا كيلو بطيخ ب 5 جنيه و 6 جنيه وعاوز 5 6 جنيه البطيخ. انا شايف انت حاطط كيلو ب 3 جنيه. ده حلو ده مناسب لسعر للمواطن كمان 3 جنيه للكيلو. شايف ان ده في اقبال عليك في شراء سلع زي البطيخ بالنسبه للمواطن المتوسط ولا كان المفترض يبقى اقل من كده الكيلو؟ لا والله على وضعه ده يعني في سحب عشان بس في سحب ليه؟ الناس بتاخد ليه ده ب 3 جنيه؟ تمام. اولا ده جوده البطيخ ده حلو وطعمه حلو والبطيخ ده تمام 100 100. وبعدين يعني في بطيخ تاني بره البطيخه ب 10 جنيه هتطلع حمرا وتمام وهي بس الزبون بلاش فيها الطعم اللي هو عاوزه. تمام. لكن البطيخ ده حمار وطعم وكل حاجه. طيب روح اشتري بطيخه من بره ب 15 جنيه ممكن ياخد بطيخه من عندنا ب 22 ب 20 بيلاقي هو اللي عاوزها بياكل. طب اخيرا بالنسبه بقى للموز انا شايف عندك موز، الموز اخباره ايه والكيلو بكام عنده؟ كيلو الموز ب 5 جنيه بس هو الموز يعني اليومين دول غلب بالنسبه لشم النسيم وخلاص يعني الموز قرب يخلص. الموز في الشتاء بس. الموز في الشتاء بس. كان الاول مثلا ممكن كنا نبيعه ب 4 دلوقتي الموز شغال ب 5 جنيه. بيبدا يقل شويه في مع قدوم الصيف بتبدا بيبدا يقل طبعاً. فبالتالي سعره بيزيد. وبعدين حتى لو سعره ما زادش الزبون بيسيبه. لو اولا طلع خوخ البطيخ طلع تفاح المصري طلع فاكهه الصيف كتير قوي. طيب يعني انت دلوقتي خدتنا في جوله كويسه عرفنا كل الاسعار منك. انا بقى عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، مدى اقبال المواطنين على الشراء. هل انت شايف فعلا الناس بتنزل وبتشتري؟ هل الكميات اللي بيشتروا بيها يوميا هي نفس الكميات ولا هناك الناس بدات تشتري بكميات اقل نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلاد؟ والله يعني الكميات اللي بتاخدها الناس شغاله هي بس يعني لو نسبه الكميات قبل ما يحصل في البلد ده كانت 100% دلوقتي مثلا النسبه ممكن 80% اثرت 20% علينا احنا بس يعني في سحب. حاسس ان في تحسن خلال الشهور يعني الست شهور الاخيره دول حاسس ان في تحسن في حركه البيع والشراء ولا زي ما احنا من بعد الثوره الناس كانت بتشتكي بتقول الحركه والاسعار؟ لا دلوقتي في تحسن. في تحسن شهور. دلوقتي في تحسن في تقدم. انت لمست التحسن ده؟ تعبت من موضوع. طب قول لي التحسن ده انت لمسته في ايه بالظبط تحديدا؟ يعني لمسته في ايه؟ لمسته في الراجل اللي جاي بيشتري بدل ما بيشتري كيلو بيشتري اتنين ولا لمسته في حركه الناس بتنزل اكتر ولا لمسته من وجهه نظرك يعني؟ لمسته طبعا في الزبون حضرتك. بص مثلا اللي كان بيجي مثلا كان بيدي ياخد له كيلو بقى بياخد 2 كيلو. الزبون مثلا بياخد ب 50 جنيه دلوقتي بياخد ب 100 جنيه 70 جنيه 80 جنيه. وبعدين مثلا انا مبيع مثلا على الفرش ده مثلا كل يوم مثلا كان مثلا 2000 جنيه دلوقتي ممكن مثلا مبيع يوصل 5000 عشان في سحب. وبالتالي هي فاكهه الصيف لما تنزل تبقى نازله جديده الناس كلها هتبقى طالعه من الشتاء مخنوقه مفيش فاكهه في الشتاء. فبالتالي يعني في سحب والحمد لله الدنيا تمام يا مين. شكرا جزيلا وصباح الخير عليك. ما زالت جولتنا مستمره داخل سوق سليمان جوهر تعرفنا منذ قليل على اسعار الخضروات وايضا الان تعرفنا على
أسعار الفاكهة. سنجري لقاءات مع عدد من رواد الأسواق حتى نتعرف منهم أكثر وأكثر عن مدى الإقبال. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ما زلنا مستمرون معكم في جولتنا الصباحية لهذا الصباح، نحاول التعرف أكثر وأكثر على مدى الإقبال. صباح الخير يا حاج، ازاي حضرتك؟ يعني النهاردة احنا بنعمل تقرير عن الأسعار ومدى إقبال المواطنين على الشراء. شايف حضرتك الأسعار النهاردة ازاي وانت نازل في السوق؟ زي ما هي. مفيش اختلاف يعني، حاسس في تحسن ولا الأسعار شايف في زيادة؟ لا انا حاسس ان احنا بنهبط شوية بشوية. لف الكاميرا كده. ازاي بقى يا فندم؟ قول لي يعني ايه اللي انت النهارده نزلت في السوق وانت نازل حضرتك بنفسك؟ بدور على الحاجه اللي اقدر اجيبها. انا هو في حاجات كتير والخير كتير والحمد لله. بس معايا 20 جنيه هجيب بيهم ايه؟ هجيب بيهم حاجه على القد كنتالوب بتاع. شايف ان الفاكهه خلال الفتره الاخيره دي في سعرها مش مناسب ليك كمواطن، محتاج تبقى على الاقل الاسعار يا ابني لو وصلت لجنيه في الاهم هندور على العيش. الفاكهه دي كماليات بالنسبه للشعب. طيب الخضروات، قول لي اسعار الخضروات ايه وانت نازل؟ اغلى من الفاكهه. اغلى من الفاكهه طبعا. طب ايه اللي انت النهارده بنفسك يا حاج لمسته شايف ان اسعاره كانت غاليه، محتاج انت كمواطن اسعاره تبقى اقل شويه في الخضار مثلا؟ اولا احنا ما بنعديش على الجزارين، ما بنعديش على الفرارجيه، ما بنعديش على اي حد من يعني احنا بنتكلم في خضار، بنتكلم في عيش، يعني كلام ما ينفعش يعني. ينفع. صباح الخير عليك يا حاج. شكرا جزيلا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. اتفضل اتفضل. احنا بنعمل تقرير عن الاسعار واقبال المواطنين والناس بتنزل تشتري ولا لا. قول لي كده وانت في السوق دلوقتي بتتجول، شايف الاسعار اخبارها ايه؟ الاسعار اسعار فوق 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 يعني كل حاجه، ولا انت شايف بعض الاسعار فوق؟ طب ايه اللي انت شايفه النهارده سعره كان غالي سواء في الخضار او الفاكهه؟ عشان بس ما نعممش يعني، انت دلوقتي بتقول لي اسعار فوق. ايه اللي انت كنت شايفه النهارده لمسته بنفسك سعره غالي بالنسبه لك النهارده؟ شوف النهارده التوم بكام، والنهارده البصل بكام، شوف النهارده البصل بكام والتوم بكام. استنى بس لحظه واحده هسجل معاك كمان. فهمت النهارده؟ شوف البصل بكام والتوم بكام والقوطه بكام والخير بكام، كل حاجه بتاعت السوق بتاعت ربه البيت. انت بتبص لربه البيت بكام النهارده، كل حاجه بكام. شايف ان الاسعار مش في، طيب انت بقى يعني شايف ان الاسعار دي مش في متناول المواطن العادي؟ هقول لك على حاجه، لو في شغل هقول لك مهمش، مفيش حاله واقفه، الحاله واقفه. ما لو في شغل وفي دخل كود في حركه البيع والشراء في العمل مفيش. مفيش، ما هو لازم، ما هو مفيش النهارده. انت مفيش شغل، ها لازم تدقق على الحاجه اللي انت هتشتريها. صح ولا لا؟ طيب ده اللي احنا بنتكلم عليه، في شغل وفي فلوس ماشيه داخله مش هتدق انت على الحاجه اللي انت هتجيب؟ مش هتستخسر حاجه ولا انا غلطان في كده يعني؟ حاجه القوطه دي بمغزب قد كده؟ لا ما انا عارف، انت عارف وتابعي. صح ولا مش صح؟ انت اكيد وصلت رساله. شاكرين. اتفضل يا حاج. يعني احنا الاول انت بتبيع ولا نازل النهارده في السوق؟ والله انا نازل اشوف الاسعار واشوف الحاله. طب قول لي بقى مع نزولك النهارده وتجولك في داخل السوق، شايف الاسعار اخبارها ايه؟ والله حضرتك الاسعار بترتفع كل يوم. الاسعار نار وبترتفع كل يوم. طب ايه السبب من وجهه نظرك؟ يعني انت كل يوم بتنزل، شايف السبب ايه؟ هل من التاجر ولا من التاجر الكبير اللي بيغلي على التاجر؟ والله حضرتك التجار الكبار بتوع الجمله هم اللي بيستغلوا الظروف دي. والمواطن تعبان وما فيش ال 100 جنيه النهارده ما بقتش بتعمل حاجه. فالناس تعبانه، والناس يعني كيلو القوطه بكام؟ وكيلو البصل بقى بكام؟ وكيلو التوم بقى بكام؟ فالناس تعبانه، والناس وبعدين ما فيش عمل، البطاله والناس الشباب قاعدين. شايف ان المنظومه دي كلها مأثره على فكره الاسعار ومدى اقبال المواطنين، الاحداث السياسيه اللي مرينا بيها. طب انت امبارح كان في تعديل وزاري، خلينا نتكلم عن التعديل الوزاري، هل انت متفائل ان في وزاره جديده ممكن يبقى فيه افضل اداء الحكومه خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ يا فندم هو طول ما في بطاله وفي فساد وفي استغلال وفي رفع اسعار وفي فتخيل كل حاجه من ورا البطاله. فهم المفروض البطاله دي يشوفوا لها اي حل يعني، ما كده مكتوب في الايدي الحكومه، مكتوب في الايدي بالطريقه دي. تمام. ويعني هنقول لك ايه؟ ما نقدرش نقول لك غير كده. صباح الخير عليك. شكرا جزيلا. صباح الخير يا معلم.
زي صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. يعني لسه كنا بنتكلم مع المواطنين، البعض بيقول لي الاسعار غاليه، طب السبب هل انت كتاجر تجزئه بتغلي؟ البعض بيقول لا التجار الكبار. انت شايف ليه الاسعار غاليه؟ ليه الناس بتشتكي من فكره بقى كل شويه الاسعار غاليه الاسعار غاليه؟ الظروف اللي احنا فيها هم بيستغلوا الظروف اللي احنا فيها. التجار الكبيره بنروح نتسوق ابو صوت دلوقتي المفروض يبقى ب 20 ب 15 عشان الدنيا حر، بيدوا لنا ب 50 جنيه، عاجبك خد مش عاجبك ما تاخدش، في كذا واحد هياخد واحنا غصب عننا، وادي زي ما حضرتك شايف ما فيش لا بيع ولا شراء. شايف الحركه فيها ركود شويه خلال الفتره الاخيره؟ يعني انت اكيد انت بقالك فتره في السوق هنا بتتابع الحركه خلال الشهور اللي فاتت، هل في حركه ولا الحركه خفيفه؟ لا الحركه خفيفه والبيع والشراء قل شويه. السبب ايه من وجهه نظرك؟ الاسعار غاليه على الناس، الناس هتعمل ايه؟ الناس غصب عنهم. تمام شكرا جزيلا. اي خدمه. خير. يعني ما زالت جولتنا مستمره داخل سوق سليمان الجوهر، نحاول استطلاع راي المواطنين حول الاسعار ومدى الاقبال عليها. لنا لقاء ايضا مع احد تجار الخضروات هنا. صباح الخير يا معلم. صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. تمام عايزين نعرف ليه الناس بتشتكي من فكره كل شويه الاسعار غاليه الاسعار غاليه. انت عندك الطماطم بكام؟ 3 جنيه. 3 جنيه 3 ونص كده يعني على حسب السوق. طيب. ما بيجي بقى لنا فتره ب 3 جنيه ولا النهارده هي ب 3 جنيه يعني؟ من لا لا انا فتره انا اكتر من اسبوع اكتر من اسبوع. السبب ايه؟ السبب ايه؟ هو السبب كل حاجه غاليه. السوق الكبير يعني بنجيب من رود الفرط مثلا، قصدي من سوق العبور، الحاجه غاليه، الفلاح هو بيغلى علينا. يعني انت شايف ان سبب غلاء الاسعار بياتي من المنشا نفسه، من منشا التاجر اللي في سوق زي سوق العبور هو اللي بيغلي عليكم؟ طب انت بتجيب قفص القوطه بكام من هنا؟ قفص القوطه ب 45 جنيه. بص غالي من السور اللي طالع ده يعني. كنا مسجلين مع احد برضو تجار زيك بيجيب قفص القوطه ب 50. شايف ان 50 و45 ده رقم كبير عليكم انتوا كتجار تجزئه، فبالتالي بتعلي الكيلو على المواطن؟ ايوه، ما انت تحسب القفص 20 كيلو طلع 2 كيلو القفص 18 كيلو بيصفلت على 15 كيلو، 15 في 3 45 جنيه تمن القفص، يبقى لازم ابيعها ب 3 ونص عشان الاقي لي نقمة عيش. اهو يا دي الاسباب يعني في السوق. صباح الفل عليك. صباح الخير يا معلم. اهلا. ازي صحتك؟ بتبيع ايه هنا في السوق؟ بتبيع ايه؟ والله انا كنت شغال واخد بالك زمان في الوزاره وطالع بقالي 13 سنة. ربنا يديك الصحة. واخد بالك؟ وبعدين برضو وانا شغال في الوزارة كنت بقبض 6 جنيه الأول. واخد بالك؟ الوقت يعني باخد معاش 1000 جنيه، الحاجات غالية. كل حاجة غالية. وانا برضو في الوزارة كنت باجي أبيع ليمون. يعني أنت 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 من زمان من أيام الوظيفة حتى؟ من زمان. بتبيع ليمون هناك كده؟ من زمان في الحتة دي. واخد بالك؟ دي فرشتك اللي هناك. دي وبعدين الأسعار كلها تبع الجو. انت ليه مختار الليمون بالذات؟ يعني ليه ما بتبيعش خضار تاني وفاكهه تاني؟ اشمعنى الليمون؟ انا ما ببيعش الا شويه ليمون عشان كنت موظف. عشان ابيع يعني شويه حاجه بجانب الوظيفه. بتساعد جنب الوظيفه. يعني بتساعد كانت. واخد بالك؟ وعلمت عيالنا. واخد بالك؟ وعلمت عيالي. وكلهم ربنا يديهم الصحه ويكرمهم. بس كل واحد يقول لي اقعد ما رضاش اقعد. طب قول لي كيلو الليمون عندك بكام؟ كل الليمون فيه بخمسة وفيه بستة وفيه باربعة، مش كله. كل الليمون يعني اسعاره تنزل وتطلع. زي الوقت هو انت عارف الحاجات اللي بتغلي. واخد بالك من الغلو بتاع الحاجات والناس الوقت هو العمال. كمل يا حاج. العمال واخد بالك؟ العمال الوقت هو بياخدوا كتير. اللي بتوع الجناين ياخدوا كتير. اما تجيب واحد يشتغل للعصر عاوز 50 جنيه. تمام. واخد بالك؟ ربنا يديك الصحة يا حاج، ربنا يديك الصحة. طب قول لي أنت شايف الناس إقبالها إزاي على الشراء والبيع في الأسواق؟ الناس؟ الناس إقبالها اللي كل واحد على جده. يعني كل واحد على جده. أيوه يا حاج. كل واحد بيشتري على جده. اتفضل يا حاج. واخد بالك؟ كل واحد بيشتري على جده، على جد حاله. يعني الوقت انت تشتري على حاجه على جدك، يعني ممكن واحد ياكل بجنيه ونص. تمام. وواحد ياكل ب 50 جنيه.
طاقه. شايف ان اللي معاه فلوس، شايف ان الفاكهه والخضار والدواجن واللحمه، هل ده في اسعار المواطن المتوسط الان يقدر يشتري الحاجات دي، ولا احنا محتاجين ضبط افضل الاسعار، محتاجين نقلل الاسعار شويه للمواطن؟ ما احنا من حق يعني من حق الحكومه تقلل الاسعار عشان الناس تعيش، اللي هي ايه محدوده الدخل لازم يخشوا اي حاجه. شكرا جزيلا. ما زالت جولتنا مستمرة، جولتنا الصباحية داخل أحد الأسواق، نستطلع رأي المواطنين على مدى الإقبال على شراء السلع المختلفة. الآن أنا لقاء مع أحد المواطنين. صباح الخير يا حاج، ازي حضرتك؟ أنا شايفك نازل في السوق النهاردة، أنا عايز أعرف منك يعني الأسعار أخبارها إيه معاك بالنسبة للخضار والفاكهة؟ ما كل حاجة بتغلى كل يوم. نرجع لورا بس كده. كل يوم كل حاجة بتغلى. كل حاجة بتغلى. يعني ايه اللي حضرتك شايفه فعلا غلي خلال الفترة الأخيرة، عشان ما يبقاش الكلام مرسل بس، يعني ايه اللي احنا نركز عليه بيغلى فنبدأ نبقى عارفين ايه اللي بيغلى؟ هل خضار صيف الخضار؟ لا يعني ايه اللي انت كنت بتشتريه بكذا وبقى بكذا؟ اي حاجة بشتري، مواد بنا غليت، بشتري خضار غلي، بشتري اي حاجة تخطر في بالك، مفيش حاجة ما غليتش، كل حاجة غلي. طب شايف الغلو الأسعار ده في متناول المواطن العاديين، ولا هناك عرض وطلب، في واحد يقدر يشتري حاجة ب2 جنيه، حاجة ب3 جنيه؟ مش كل حد يقدر يشتري، في ناس بتظلم، اللي دخلها قليل طبعا بيتظلموا في الشراء والحاجات دي. شكرا جزيلا. صباح الخير. شكرا جزيلا. صباح الخير. ازي حضرتك يا حاج؟ بكام الملوخية بقى؟ بأي حاجة، بنبيع بأي حاجة. اديك الصحة. بكام ملوخية؟ بنبيع ب5 جنيه. هي بقى لها فتره ب5 جنيه، ولا كانت باقل وبقت ب5 جنيه؟ هو قال لك، هو الشيخ اهو، الشيخ قال لك. شايفه الناس بتنزل في الاسواق بتشتري زي الاول، ولا الحركه اقل شويه من قبل؟ عشان لازم نستعدين اول يوم النهارده. اول يوم النهارده بعد شم النسيم، شايفه في حركه ولا مفيش؟ لسه قاعدين اهو، ربنا يسهل الحال يا رب، ربنا يسهل. شكرا جزيلا يا حاجه. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس. شكرا جزيلا. اتفضل. شكرا جزيلا. ما زالت جولتنا مستمرة الصباحية مع عدد من صباح الخير يا ست الكل، ازاي حضرتك؟ أخبار الحركة إيه؟ الناس بتنزل وبتشتري. صباح الخير. ازاي صحتك؟ أخبار الحركة إيه؟ الناس بتنزل. تمام. شكرا جزيلا. يعني كما رصدنا لكم في سوق سليمان جوهر، نقلنا لكم صورة حية لأجواء الأسواق. البعض تكلم في أسعار، البعض الآخر من التجار رفض التسجيل. يبدو أن الحالة فيها بعض الركود هنا في سوق سليمان جوهر. كانت هذه جولتنا الصباحية، الآن نترككم مع هذه الصور الحية التي تأتيكم من داخل السوق.